المجلس القومي للمرأة اللي أطلق فعاليات البرنامج التدريبي للتثقيف المالي لتمكين سيدات حي الأسمرات اقتصاديا، وده جه من خلال مجموعة من التدريبات. مدة التدريب تقريبا هيكون 5 أيام، بيستهدفوا تقريبا 75 سيدة بالحي، وهيتم من الفترة 11 لحد 29 ديسمبر 2022. الحقيقة أنه البرنامج يعني بيستهدف بشكل كبير التوعية والتثقيف لسيدات حي الأسمرات بجميع الأمور المالية والاقتصادية اللي هيستخدموها في حياتهم اليومية. يبقى في نوع من أنواع التمكين الاقتصادي زي ما احنا بنتكلم طول الوقت، على إن هم يقدروا يعملوا مشاريع يقدروا يعيشوا بيها، ويقدروا انهم مش بس الدوله بتطور الاحياء كمعمار وكانه ندخل غاز وكهرباء وكل اوجه الحياه طبعا الكريمه، لكن كمان في اصرار من القياده السياسيه على الاهتمام بالانسان، الاهتمام ببناء الانسان، الاهتمام بالاسر وبناء الاسر. واحنا لما نهتم بالسيدات فالسيدات هي عمود كل بيت مصري، فمساله التثقيف والتوعيه ليهم على المستوى الاقتصادي مسألة غاية في الأهمية. خلينا ناخد مع حضراتكم دلوقتي على التليفون أستاذة داليا سعيد، منسق برنامج التثقيف المالي بالمجلس القومي للمرأة. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ويعني لو تقولي لنا هذا البرنامج بيقدم إيه لسيدات حي الأسمرات، ويعني إيه تثقيف مالي، هتعلموهم إيه؟ مساء الخير، أهلا بحضرتك، سعيدة بوجودي مع حضرتك. بالنسبة لموضوع التثقيف المالي، التثقيف المالي ده أحد البرامج الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، واللي تم مأسسته في المجلس القومي للمرأة، بمعنى أنه المجلس يعتبر مالك للبرنامج وبيحق لي تنفيذه في إطار مشروعات وفي إطار أنشطة كتيرة بيقوم بيها. التوعية المالية هدفها بالأساس أن إحنا بنعلم السيدات وبنعطيهم مهارات وبنديهم معرفة علشان يقدروا يديروا الأموال بتاعتهم بطريقة سليمة. أموالهم من ناحية نفقاتهم مدخراتهم، حتى لو هياخدوا قرار بالاقتراض ياخدوه بشكل سليم، يعني كل الخدمات المالية. برنامج التثقيف المالي هو عبارة عن دورة تدريبية مدتها 5 أيام، يعني حوالي 26 ساعة تدريبية. بيقوم بتنفيذها مجموعة من المدربين المعتمدين اللي بيقوم المجلس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتدريبهم في الأول، وبنمشي معهم لغاية ما نوصلهم لدرجة الاعتماد الدولي، وبيكونوا قادرين على توصيل المعلومة بشكل سليم، لأن موضوع التثقيف المالي من الموضوعات اللي في غاية الأهمية اللي لازم يكون اللي بيوصل المعلومة دوت عنده القدرة والكفاءة اللازمة. هل بتشترطوا انه يكون الست دي مثلا ست بيت، ولا سبق وكانت بتشتغل قبل كده؟ معايير اختيار السيدات للحضور للدورة التدريبية يعني ما بتكونش اشتراطات صعبة، يعني هي احنا طبعا احنا بنتارجت الفئة العمرية من سن 18 سنة فيما فوق. ممكن تكون ست بيت، ممكن تكون موظفة، ممكن تكون رائدة أعمال، مش شرط، لأنه الإدارة المالية للأموال ممكن تكون هي بتديرها داخل بيتها. يعني احنا كمان بنقصد ان هي لما تدير الأموال تديرها داخل بيتها بطريقة سليمة. احنا بنديها على مدار ال5 أيام ديت حوالي 7 جلسات. بنبتدي من أول يوم نعلمها إزاي تحط هدف مالي، إزاي يعني إيه يكون عندها هدف مالي، والهدف المالي بتاعها ده هل هو هدف شخصي ولا هدف عائلي. بنشجعها كمان إن هي لما تحط هدف مالي ليها لازم يكون بالشراكة مع عائلتها، عظيم، زوجها، أولادها، وهكذا. طيب هتكونوا موجودين في أحياء تانية غير الأسمرات؟ أكيد، إحنا برنامج التثقيف المالي المجلس بينفذه في كل الأنشطة زي ما بقول لحضرتك. والمشروعات بدأنا بحي الأسمرات، يعني ما كانش دوت أول خطوة، لكن علشان طبعا اهتمام المجلس القومي للمرأة بحي الأسمرات والدكتورة مايا مرسي، فوجهت على الفور في إنه البرنامج يتم تنفيذه علشان نرفع قدرات السيدات هناك، علشان كمان نقدر نحن ندربهم أكتر على مواجهة المخاطر الخاصة ب إدارة الأموال، واللي أهمها الإفراط في المديونية علشان ما يدخلوش كمان في طريق الغريمات، ده من أهم الملفات. بننفذ برنامج التثقيف المالي في إطار طبعا المشروعات الأخرى، وأهمها مشروع تنمية الأسرة المصرية.
احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه داليا سعيد، منسق برنامج التثقيف المالي بالمجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا على وجودك معنا.